من أكل أو شرب وهو يمشي من خوارم المروءة ولا يقبل له حديثا. لهذا كان من كمال الرجولة أن يأكل الرجل وهو جالس أو وهو في بيته لا وهو يمشي، كذلك السيارة. نجعلها في صحن واحد أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل قال يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تفترقون، فإذا أكلتم فاجتمعوا واذكروا اسم الله عليه فإنه يبارك لكم فيه. شيخ ليش تحط صبعك؟ أسماء رضي الله عنها كانت لما تعد طعاما كانت تقوم بتبريده وتقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، فمن السنة انتظار الطعام قليل حتى يبرد، يعني شعر درجة حرارة زينة يؤكل. يجلس جلسة السنة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب القدم اليمنى ويجلس على اليسرى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من حافتي الطعام صلى الله عليه وسلم ولا يأكل وسط، ويقول إن البركة تنزل ها هنا، فكلوا من حافتي، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل من حافتي الطعام. ويظل من آداب الطعام أن لا يأكل الرجل متكئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أأكل متكئا ولا منبطحا على بطني، وهذه أيضا خلاف السنة وليست من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تجلس هكذا. البصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام إني امرؤ أناجي، فكان لا يأكل بصلا ولا ثوم، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شجرة خبيثة هي والثوم، فلهذا والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. كلها نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، فمن السنة إذا وقعت اللقمة على الأرض أن تأكلها. الأصل في المسلم أن يأكل ثلثا لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه، والأصل أيضا حينما ينتهي من الطعام أن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول ولا قوة مني، قال صلى الله عليه وسلم من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. الأصل في المسلم كما أسلفنا أن لا يكثر من الطعام، فكما قال أحدهم لا تجعل، وابن القيم هو من قالها، لا تجعل بطنك مقبرة للحيوانات فإن البطانة تذهب بالفطانة، لكن عند الانتهاء من الطعام الأصل في المسلم أن يلعق أصابعه فإنه لا يدري أين البركة بما أكل. هذه السنة للأسف هذه الآن أصبحت سنة مهجورة لا يكاد القوم أن يصنع بها، ناهيك عمن سمع بها. إن اليهود ما كانوا يتكلمون أثناء الطعام؟ إيه، هذا ورد عنهم أنهم لا يتكلمون أثناء الطعام، بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جائز أن تتكلم أثناء الطعام لكن شرط أن لا تتجشأ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الرجل يتجشأ كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا هذا، غضب صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن عندنا عادة أن القوم إذا أكلوا دسما أو لحما أصبح يأخذون المناديل ويقومون بمسح أيديهم به. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل عنده يأكل دسما فلم يغسل يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. جعلها باليمين. لا اشرب أنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساقي القوم آخرهم فاشرب أنت، هذه السنة، فهو آخر من يشرب. نعم. من السنة أن تشرب ثلاثا، قال صلى الله عليه وسلم فإنه أروى وأبرأ وأمرأ، هذه السنة، ولا تشرب دفعة واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل من فيه السقاء، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حتى